مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو درس من دروس الفوتوشوب. في هذا الدرس سوف نقوم بشرح طريقة تنعيم البشرة في الفوتوشوب. لاحظ معي وكما يظهر في هذه الشاشة، هذه الصورة لفتاة في وجهها يوجد الكثير من التجاعيد، سنقوم بتنعيم البشرة. لاحظ معي في الصورة الثانية التي تظهر، يعني هذه الصورة بعد التعديل، يعني لاحظ معي كيف اختفت التجاعيد. وهذا هو الدرس في الفوتوشوب، طريقة تنعيم البشرة باحترافية في الفوتوشوب. إذا وقبل البدء في الشرح، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، كذلك لا تنسوا عمل لايك لهذا الفيديو، كذلك لا تنسوا متابعة باقي الفيديوهات في الفوتوشوب، فيديوهات رائعة وشرح احترافي. ستجدون روابط هذه الفيديوهات في الديسكريبشن الخاص بهذا الفيديو. إذا نفتح الصورة فايل اوبن او كنترول او، نقوم بفتح الصورة المراد التعديل عليها بهذا الشكل. بعد فتح الصورة سنضغط على Duplicate Layer أو Ctrl J من الكيبورد، سمي مثلا Girl. بعد ذلك سنضغط على Filter ثم Blur بهذا الشكل ثم Gaussian Blur. بعد ذلك ستقوم بتحديد هنا القيمة عند اختفاء التجاعيد. لاحظ معي مثلا هذه الصورة، ستقوم بالزيادة او الانقاص حتى تختفي التجاعيد بهذا الشكل. اذا سنعطي القيمة 6 مثلا، ثم نضغط على اوكي بهذا الشكل. بعد ذلك ستضغط على Alt من الكيبورد ثم ماسك من هنا بهذا الشكل. بعد ذلك ستختار اداة البراش تول بهذا الشكل، وهنا اللون الابيض بهذا الشكل، ثم ستقوم بتكبيرها حسب يعني تنعيم البشرة بهذا الشكل. هنا لاحظ معي في الهاردنس يجب ان يكون 0%، وهنا السايز يعني حسب الصورة بهذا الشكل. سنقوم بالتبير بهذا الشكل، وفي الاوباسيتي مرة 100% ومرة 70% يعني حسب الظهور، يعني حسب التجاعيد في كل صورة. اذا هكذا تقوم بالمرور. اذا قمت مثلا بمثلا بالمرور مثلا على العين بهذا الشكل، ستضغط على اكس هنا للون الاسود، ثم تقوم بفعل هكذا. يعني كل الامر هو التحكم باللون الابيظ لظهور يعني الماسك، واللون الاسود لاخفاء الماسك. اذا ساقوم بتسريع الفيديو ريتما انتهي من هذه العملية، لان العملية بسيطة جدا ولا تحتاج الى شرح كثير. إذن وقد انتهينا من هذه العملية، وهي عملية تنعيم البشرة. لاحظ النتيجة معي، لاحظ كيف تظهر الصورة في الأول، وعند عمل هذا الدرس، عند تطبيق هذا الدرس، لاحظ معي النتيجة. إذن كما تلاحظون الدرس يعني سهل جدا ولا يحتاج إلى الكثير من التعديلات في الفوتوشوب. إذا لم يتوضح لكم أي شيء في هذا الدرس، لا تنسوا بعمله في التعليقات، كذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وعمل لايك لتشجيعنا، كذلك لا تنسوا متابعة باقي الفيديوهات في هذا الدرس في الفوتوشوب. إذا إلى اللقاء في فيديو آخر.